بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنشرح تاني قائمه من القوائم الماليه اللي هي الانكم ستيتمنت او قائمه الدخل او البروفيت اند لوس او البي ان دي ال، كلها اسامي لحاجه واحده. الانكم ستيتمنت بالبدايه كده هي بتعبر عن نتائج اعمال الشركه في فتره زمنيه محدده، عكس البالانس شيت. البالانس شيت كانت بتوضح الوضع المالي للشركه في يوم معين. البي ان دي ال او الانكم ستيتمنت او البروفيت اند لوس بتعبر عن نتائج اعمال الشركه في الفتره معينه، غالبا الفتره دي بتبقى من يوم 1/1 لحد 30/12 سنه ميلاديه. بقول لك الانكم ستيتمنتس، الانكم ستيتمنتس العناصر بتاعتها، انكم ستيتمنت زي ما احنا عارفين بتعبر عن ايه، نشاط الشركه. فبالتالي يبقى فيه ريفينيوز اللي هي الايرادات، ويبقى فيه اكسبنسز اللي هي المصروفات. بس غير الريفينيوز والاكسبنسز هيبقى عندنا حاجه اسمها جينز وحاجه اسمها لوسز. جينز يعني مكاسب، لوسز يعني خسائر. هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل قدام شويه. فالمقدمه بتاعتنا الانكم ستيتمنت ريبورت ذا ريزلت اوف ذا اورجانيزيشن اوبريشن فور ا سيرتين بيريد، فور اكزامبل 1 يير. زي ما قلنا الانكم ستيتمنت بتبين نتائج اعمال شركه معينه في فتره زمنيه محدده، غالبا الفتره دي بتبقى ايه، سنه. بس ما يمنعش ان الفتره دي تبقى شهر، تبقى كوارتر، تبقى 6 شهور، حسب ما انت عايز. المعادله بتاعت الانكم ستيتمنت، الانكم او اللوس المكسب او الخساره هيساوي الايرادات اللي هي الريفينيوز زائد الجينز اللي هي المكاسب ماينس الاكسبنسز اللي هي المصروفات ماينس اللوس اللي هي الخسائر. طيب الريفينيوز او الايرادات هي الفلوس اللي جايه لك من نشاط الشركه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو انت فاتح مستشفى بتعالج مرضى، الفلوس اللي جايه لك من علاج المرضى دي تعتبر ايراد. الفلوس اللي جايه لنا من علاج المرضى تعتبر ايراد. لو احنا فاتحين شركه بيع سيارات، الفلوس اللي جايه لنا من بيع السيارات دي هي اللي اسمها الايراد. فالايراد انفلو، حاجه داخله لك، او انكريس في الاسيتس. انت مش شرط يجي لك كاش. لو انت بتبيع بالاجل مثلا، الاسيتس بتاعتك ارتفعت، رصيد العملاء بتاعك ارتفع، فهو ممكن يبقى انفلو، فلوس داخله لك او زياده في الاسيتس بتاعتك resulting from delivering a good or service. هي ناتجه، الزياده دي او الفلوس اللي جايه لك دي ناتجه من تقديم خدمه معينه او توصيل بضاعه معينه اللي انت فاتح عشان تعملها. الجين او المكسب حاجه جت لك كده من حيث لا تدري، حاجه جت لك من حيث لا تدري. طب ايه الفرق بين الجين والريفينيو؟ الريفينيو فلوس جت لك، بس قصاد الفلوس اللي جات لك دي انت تحملت مصروف، تكبدت اكسبنس. فيبقى المكسب الجين ماينس سوري الريفينيو ماينس الايه، ماينس الاكسبنس. الصافي بتاعهم يبقى المكسب او الخساره. انما الجين دي فلوس جايه لك كده انت ما صرفتش فيها حاجه، فلوس جايه لك من غير اي مصروفات، فهي اوتوماتيك بتخش على الايكوتي. مش احنا متفقين ان النت انكم بيتقفل في الايكوتي اللي هي حقوق الملكيه؟ بس ايه النت انكم ده اللي هو ايرادات شلت منها المصروفات، فالناتج بتاعهم بيتقفل في الايكوتي. الجين هو فلوس جايه لك بس مش قصادها حاجه، فاوتوماتيك ده كده بيروح على الايكوتي. فقال لك جين انكريز ان ايكوتي اور اسيتس فروم اواي اذر ذان ريفينيوز اور انفستمنت باي اونرز. احنا متفقين من المره اللي فاتت ان الايكوتي يا اما بيزيد بالكونتريبيوشن بتاع الاونرز، بان هم يحطوا راس مال فيزودوا راس المال، او بمكسب الشركه. فهو الجين ده حاجه زودت الايكوتي بطريقه ثالثه غير الطريقتين اللي احنا متفقين عليهم. الطريقه الاولانيه اللي هي راس المال بيزيد، يا اما الاونر بيحطوا فلوس، هي اما بالايه، بالنتائج اعمال الشركه، المكسب بيزوده والخسائر بتقلله. فالجين دوت زود الايكوتي بس بطريقه غير الطريقتين اللي احنا قلناهم. طيب الاكسبنسز، الاكسبنسز هي المصروفات اللي حضرتك صرفتها عشان تجيب الايراد بتاعك، عشان تجيب الريفينيو بتاعك. يعني في المثال بتاعنا، في المثال بتاع المستشفى بتاعت علاج المرضى، الفلوس اللي دفعها المرضى عشان يتعالجوا دي الريفينيو. طيب المصروفات هي دي الاكسبنسز، المصروفات اللي المستشفى صرفتها عشان تعالج المرضى، زي مثلا الدواء اللي هي اديته لهم، ما هي اشتريته من شركه ادويه، فدفعت قصاد الدواء ده فلوس. زي مثلا مرتبات الاطباء اللي بيعالجوا المرضى. فزي ما المستشفى من نشاط علاج المرضى جالها فلوس، هي كمان عشان تقدم نشاط علاج المرضى صرفت فلوس. فالفلوس اللي جايه لها من علاج المرضى اسمها ريفينيو، والفلوس اللي هي خرجتها من جيبها عشان تعالج المرضى اسمها ايه؟ اسمها اكسبنسز. فالاكسبنسز اوت فلو، حاجه خارجه من جيبك، اور انكريز ان لايبيلتيز، انت مش شرط تدفع كاش، ممكن تدفع بالاجل، فاللايبيلتي اللي عليك تزيد. ريزلتنج فروم ديليفرنج ا جود اور سيرفيس، لازم عشان نقول ان ده اكسبنس يبقى ده مرتبط بتقديم خدمه او بيع بضاعه اللي احنا فاتحين عشان نعملها.
اللوسز او الخسائر زي ما قلنا الريفينيو دي فلوس جات لك من حيث لا تدري وما صرفتش قصادها حاجه، اللوسز فلوس خرجت من جيبك من حيث لا تدري برضو وفي نفس الوقت ما جاش قصادها ريفينيو. يعني الشرط عشان تقول ان ده جين او ده لوس، الجين مفيش قصاده اكسبنس، واللوس مفيش قصادها ايه، مفيش قصادها ريفينيو. طيب typical items of cost and expenses، انواع المعروفه للكوست والاكسبنسز. في حاجه اسمها قاعده في المحاسبه اسمها matching principle. matching principle ده يعني ايه؟ يعني مبدا المقابله، يعني الفتره تحمل بايراداتها وما يقابلها من مصروفات، او الفتره تحمل بمصروفاتها وما يقابلها من ايرادات. ما تحطليش ايرادات السنه دي ومصروفات السنه الجايه، ده مش لوجيك، ده عكس القوانين بتاعتنا. حط لي ايرادات السنه دي ومصروفات السنه دي، انا مش عايز مصروفات السنه الجايه ولا عايز مصروفات السنه اللي قبلها، انا عايز حق ربنا بغض النظر ان الارقام حلوه ولا وحشه. وي دونت كوك ذا فيجرز، احنا مش بنظبط الارقام لحاجه، احنا بنعرض الارقام از ات از زي ما هي. فالماتشنج برينسيبل ده معناها ايه؟ معناها ان الفتره تحمل بايراداتها وما يقابلها من مصروفات. فتعال نشوف الكلام دوت. matching principle is the concept of capturing the expenses that are related to the revenue in the P&L. يعني المصروفات اللي ظهر في P&L دي هي بتاعت الايرادات دي، والايرادات دي بتاعت المصروفات دي. حلو ووحش دي قصة تانية، انا مش قصتي خالص، انا هدفي ان انا اعرض المعلومات بشفافية ونزاهة. الايرادات دي بتاعت المصروفات دي قولا واحدا. طيب في حاجة اسمها ايه؟ COGS. كوز هي اختصار لكلمة cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة. من اسمها كده تكلفة البضاعة المباعة، فمعنى كلمة مباعة ان تم البيع خلاص. طيب مدام تم البيع يبقى فيه revenue جه، واحنا نبيع الحاجة ببلاش، هنبيعها قصاد فلوس اللي هي الايه؟ اللي هي revenue. فتعال نشوف الكوز دي او تكلفة البضاعة المباعة او cost of goods sold دي تتحسب ازاي. قال لك ان الاحتساب بتاع الكوجز ده بيختلف من صناعة للتانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل التاجر، تاجر الجملة اللي هو بيشتري بضاعة ويخليها عنده في المخزن وبعدين بعدها بيومين ثلاثة يبيعها بزيادة شوية، بيختلف عن الراجل اللي بيصنع، بيختلف عن الراجل اللي بيقدم خدمة حسب طبيعة الصناعة. تمام؟ وده منطقي. فاحنا هنا هنتكلم على نوعين، الراجل اللي بيصنع والراجل تاجر الجملة. فتعال نشوف الراجل التاجر الاول باختصار كده. الجدول اللي قدامنا ده عايزين نوصل للايه؟ للكوجز، لتكلفه البضاعه المباعه. طيب الراجل ده ما بيصنعش، الراجل ده بيشتري بضاعه تمت الصنع يخليها عنده في المخزن ويروح بيعها زي ما هي، فما عندوش نشاط تصنيع. فالراجل ده فتح المخزن بتاعه في اول السنه لقى عنده بضاعه تسوى 100,000 جنيه. جميل كده؟ جميل. طيب خلال السنه اشترى بضاعه قيمتها 150,000 جنيه، وعشان يوصل البضاعة دي من المكان اللي هو اشتراه لمخزنه صرف عليها 10,000 جنيه نقل. فكده البضاعة اللي الراجل ده اشتراها وقف عليه بمية وستين، اللي هي 150,000 تمن البضاعة زائد 10,000 اللي هي مصروفات النقل. فكده الراجل ده عنده بضاعة available for sale، بضاعة قابلة للبيع ينفع يبيعها، تسوى كام؟ تسوى 260,000 جنيه، اللي هي 100,000 جنيه الرصيد الافتتاحي زائد 160 تمن البضاعة اللي هو اشتراها. تمام؟ طيب الراجل ده لما جه فتح المخزن اخر السنه لقى عنده في المخزن بضاعه تسوى 30,000 جنيه بس. طيب الراجل ده زي ما قلنا كان عنده بضاعه ينفع تتباع تسوى 260، لما فتح المخزن لقى 30 بس، فمعنى كده ان البضاعه اللي اتباعت وخرجت من مخزن الراجل ده تسوى 230,000 جنيه، اللي هي الفرق بين ال 260,000 البضاعه اللي ينفع تتباع وال 30,000 جنيه البضاعه اللي فاضله عنده فين؟ في المخزن. عادة الـ الـ الشركات التجارية ما بيبقاش فيها يعني مشاكل قوي في الكوجز، لان انت بتشتري وبتبيع فغالبا الدنيا بتبقى سهلة، مش معقدة زي الشركات الصناعية. المانيفاكتشرنج هنشوفه دلوقتي. ده شكل الكوجز ايكويشن بتاعت الايه؟ بتاعت المانيفاكتشرنج. طيب الراجل اللي بيصنع ده عنده بضاعة خام وبضاعة غير تامة الصنع، اللي هي خام ولا هي منتج تام، وبضاعة منتج تام، صح كده؟ طيب الراجل اللي بيصنع ده عشان يحول البضاعة من صورتها الخام
للصوره النهائيه بيصرف شويه فلوس، بيجيب عامل عشان يشتغله على المكن، وبيصرف ميه وكهرباء وغاز واناره وحاجات كتير قوي. فالمصروفات دي ضروريه ولازمه لاتمام عمليه الصناعه، ولا يمكن اتمام عمليه الصناعه من غيرها. فعشان كده احنا بندخلها معانا في تكلفه البضاعه المصنعه، وبعدين بندخلها في تكلفه البضاعه المباعه. فتعال نشوف الكلام ده كله مع بعض. فقال لك ان الراجل الشركه الصناعيه ده اول ما فتحت المخزن في اول السنه لقى عندهم بضاعه مواد خام تسوى 500,000 جنيه. جميل جميل. خلال السنه اشتروا بضاعه مواد خام برضو بمليون جنيه. فكده اجمالي البضاعه المواد الخام القابله الموجوده في المخزن بتاعهم القابله للاستهلاك تسوى كام؟ تسوى 1,500,000، اللي هم ال 500 اللي فاتحين بيهم اول السنه زائد المليون اللي هم ايه اشتروه. فكده المواد الخام القابله للاستهلاك تسوى 1,500,000. لما فتحوا المخزن اخر السنه لقوا عندهم بضاعه تسوى كام؟ تسوى 100,000 جنيه بس. فانا كان عندي 1,500,000، سحبت مبلغ فضل 100,000 جنيه، فالمبلغ اللي انا سحبته يسوى كام؟ يسوى 1,400,000، اللي هو الفرق ما بين 1,500,000 توتال المواد الخام القابله للاستهلاك ناقص ال 100,000 جنيه اللي فضلوا عندي فين؟ في المخزن في نهايه الفتره. فانا كده عارف ان انا استهلكت مواد خام بمليون و400,000. تمام؟ طيب، وخلال الفترة أنا دفعت مرتبات للعمال ب 300,000 جنيه. ماشي؟ ودفعت مصروفات صناعية اللي هي المانيفاكشرنج أوفر هيد بكام؟ ب 600,000 جنيه، مية وكهرباء وغاز وإنارة والكلام ده. فأنا خلال الفترة تكلفة عملية التصنيع عليا 2,300,000، اللي هي عبارة عن 1,400,000 جنيه المواد الخام اللي أنا استهلكتها، ال 300,000 جنيه مرتبات العمال اللي أنا دفعتها، وال 600,000 جنيه تكلفة المانيفاكشرنج اوفر هيد او المصروفات الصناعية اللي انا دفعتها. فانا كده تكلفة المواد عملية الصناعة عليا 2,300,000. هل العملية الصناعية خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش، لسه فاضل فيها حبة. طيب، انا في اول السنة كان عندي بضاعة غير تامة الصنع تسوى 100,000 جنيه. تمام؟ طيب، وانا خلال السنة صرفت مصروفات صناعية كام؟ 2,300,000 اللي جاي من السيب اللي قبليها. فكده التوتال اللي انا صرفه على عملية الصناعة 2,400,000، اللي هي ال 2,300,000 المصروفات الصناعية زائد المواد الخام زائد ال 100,000 جنيه اللي هي البضاعة غير تامة الصنع اللي انا ايه كانت عندي في بداية الفترة. طيب، في نهاية الفترة لقيت عندي بضاعة متبقية غير تامة الصنع تسوى 200,000 جنيه، فلازم اشيلها من البول بتاعي. فالبول بتاعي كان فيه 2,400,000، لازم اشيل منها ال 200، يفضل عندي 2,200,000. جت منين ال 2,200,000؟ مش انا استهلكت مواد خام ب1,400,000، ودفعت مرتبات صناعيه ب300، ودفعت مصروفات صناعيه ب600، كده دول يسوا كام؟ يسوا 2,300,000. وكان عندي 100,000 جنيه منتجات غير تامه الصنع في بدايه الفتره، فكده اجمالي اللي انا صرفته 2,400,000. بس اللي انا صرفته ده مش كله خرج، مش كله خرج. اللي خرج منه كام؟ فضل فيه كام؟ فضل فيه 200,000 جنيه. فمعنى كده ان اللي خرج 2,200,000. طب اللي خرج ده راح فين؟ اللي خرج ده خلاص بقى اصبح منتج تام الصنع، هيروح على مخزن المنتج التام. فكده اللي راح على مخزن المنتج التام يسوى 2,200,000 جنيه، اللي هي ال 2,400,000 ماينس ال 200,000 جنيه اللي لسه ما انتهوش في الفتره بتاعتي. طيب، مخزن المنتج التام قبل ما يدخل له ال 2,200,000 كان فيه 30، كان فيه بضاعه ب 30,000 جنيه، ودخل عليهم 2,200,000، فكده بقى فيه اجمالي 2,230,000. تمام؟ لما جينا جردنا اخر الفتره لقينا عندنا بضاعه تسوى 20,000 جنيه. طب الفرق بين ال 2,230,000 وال 20,000 جنيه هو ده اللي اتباع، اللي خرج من المخزن المنتج التام واتباع، اللي هو يسوى كام؟ يسوى 2,210,000. تمام؟ طيب، الريفينيو ماينس الكوكز ادينا حاجه اسمها جروس بروفيت او الربح الشامل. بعد الربح الشامل ده في شويه مصاريف كده بتتخصم، هي مش مصروفات صناعيه لان ملهاش علاقه بالصناعه، بس هي لازم تتخصم، لازم تتحمل على قائمه الدخل بتاعت الشركه. زي ايه؟ زي الجنرال والادمن اكسبنسز. الجنرال والادمن اكسبنسز دي ملهاش علاقه بعمليه التصنيع او عمليه البيع، بس هي بتتصرف عشان تخدم الشركه ككل. زي ايه؟ زي مرتب رئيس مجلس الاداره، زي مرتبات المحاسبين، زي مرتبات الاتش ار، زي. طيب، ايه تاني؟ اي انواع مصاريف تانيه؟ عندنا حاجه اسمها سيلينج اكسبنسز، مصاريف بيعيه. المصاريف دي مرتبطه ارتباط مباشر
بعمليه البيع. كل ما تزود السيلينج اكسبنسز كل ما حجم بيعك يكبر. اشهر الامثله عليهم المرتبات المندوبين المبيعات، السالاريز بتاعت السيلز بيرسون، والكوميشنز بتاعتهم ومصاريف الانتقال بتاعتهم. كل ما اديت لهم كوميشنز اكتر، ما انت بتديهم كوميشن لما بيبيعوا اكتر، فكل ما معنى ان انت بتصرف اكتر كمصروفات بيعيه، فمعنى كده ان انت بتبيع اكتر. النوع الثالث الانترست اكسبنسز، مصاريف التمويل، ودي ملهاش علاقه لا بالبيع ولا بالانتاج ولا باي حاجه، ليها علاقه بحضرتك خدت فلوس من حد، استلفت فلوس من حد وقعدتها معاك قد ايه، فدي ليها علاقه بالفتره. طيب شكل الانكم ستيتمنت او الانكم ستيتمنت فورمات، الانكم ستيتمنت في شكلين الانكم ستيتمنت، حاجه اسمها سنجل ستيب بسيطه وحاجه اسمها مالتيبل ستيب متعدده. السنجل ستيب دي بيحط لاين كل الريفينيوز او كل الايرادات بيجمعها في لاين، وكل المصروفات بيجمعها في لاين، ريفينيو ماينس اكسبنس يديله ايه؟ نت انكم. وغالبا السنجل ستيب دي ما حدش بيستعملها، الناس كلها بتستعمل المالتيبل ستيب. المالتيبل ستيب دي بنحط الايرادات بتاعه النشاط، بنطرح منها الاكسبنسز بتاعه النشاط عشان يدينا الجروس بروفيت، وبعدين نطرح منه المصاريف اللي مالهاش علاقه بالنشاط زي السيلينج والادمن زي الانترست زي الكلام ده. وده شكل الايه؟ المالتيبل ستيب انكم ستيتمنت. احنا ابتدينا بالنيت سيلز، وبعدين الكوست اوف جود سولد تكلفه البضاعه المباعه، ادانا جروس بروفيت، شلنا منه السيلينج اكسبنسز، شلنا منه الادمن اكسبنسز، وحطينا الجينز وحطينا اللوسز، وبعدين حسبنا الانكم تاكس، وبعدين طلعنا الايه؟ النت انكم. اتمنى ان شرح الفيديو يكون سهل وبسيط، والناس تكون فهمت الانكم ستيتمنت بشكل افضل يعني، وان شاء الله المره الجايه نكمل بقيه الانكم ستيتمنت.